السلام عليكم طلابنا الأعزاء، طلابنا الجدد، طلاب دفعة 2025، إزيكم؟ يا رب تكونوا بخير، ربنا يكتب لكم السعادة والهنا، وبإذن الله تبقى سنة سعيدة عليكم، تبذلوا فيها أقصى جهدكم وتلاقوا فيها أقصى أمانيكم إن شاء الله. قبل بداية أي شيء أو قبل بداية الحديث على السنة الجديدة، هطلب طلب بس في البداية. احنا لسه النهاردة بنسجل فجر يوم الأحد 3/8، ولسه لحد الآن ما ظهرتش نتيجة السنة اللي فاتت، فياريت ندعي لأصدقائنا الأكبر مننا بسنة، هم في انتظار النتيجة دلوقتي بفارغ الصبر، وربنا إن شاء الله كده يكرمهم. ياريت تدعو لهم كده، يفرح أهليهم معاهم وأولياء أمورهم، لأنه بالفعل تعبوا معانا جدا 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 السنة دي، سواء على مدار 11 شهر مذاكرة وتعب وجري وامتحانات وانتظار وقلق، ولغاية دلوقتي لسه ما شافوش الراحة لأنهم منتظرين النتيجة. فقبل سماع أي حاجة، حاول بس يعني تدعي لأصدقائك الأكبر منك بسنة، ربنا بإذن الله يفرحهم كده إن شاء الله. أنت بعد 12 شهر من دلوقتي تتحط في نفس الموقف، وهطلب من اللي بعديك إن شاء الله كمان يدعو لك. كانوا دفعة كويسة وأثروا فينا جامد، وإحنا مفتقدينهم جدا، وبإذن الله ربنا يعوضهم خير على تعبهم، ويعوضنا احنا خير بدفعة بعدهم بإذن الله، تبقى على الأقل في نفس تميزهم، إن لم يكن أعلى منهم كمان إن شاء الله، لأنهم كانوا دفعة مميزة، وبإذن الله ربنا هيكافئهم. ديت كانت بداية توديع لدفعة قديمة واستقبال لدفعة جديدة إن شاء الله هتكمل معانا المسيرة السنة الجديدة بإذن الله. مرحبا بيكم في منهج الانجليش بتاعنا، هو فيديو توضيحي بس عن التايم لاين بتاعنا هيمشي ازاي، عدد الحصص والسيشنز بتاعتنا هتمشي ازاي بالظبط، والكتب اللي هنستخدمها وعدد الاسابيع الشغل بتاعتنا ان شاء الله. في البداية بس رجاء نطلبه من الناس باذن الله، لان دايما بنتعامل مع النوعية ديت بس من الطلبة، نوعية الطالب اللي بيبذل مجهود إن شاء الله، لو كان في السنين اللي فاتت إلى حد ما تأثر شوية لأن مستوى التعليم ما كانش ممتاز في جميع المراحل اللي فاتت من ساعة كورونا إلى الآن، بس بنتعامل مع نوعية الطالب اللي هو بإذن الله ناوي يبذل جهد كبير السنة دي، وده هيشوفه عن طريق الحل بتاعنا والشرح بتاعنا والمتابعات بتاعتنا على مدار السنة. قد إيه بناخد الإنجليش مش بس كامتحان، لأن الامتحان بتاعنا بيبقى open source كده، مفتوح مصدره جميع معلومات الموجودة في الإنجليش، فبنديك مادة علمية خاصة بلغة، لغة بحر، بنديك البحر بجميع تفاصيله المتاح ليك تاخدها السنة دي، مش بس تفاصيل منهجك. فلو انت داخل على انك تاخد الزيتونة، لا احنا بنديش زيتون، احنا بندي الشجرة كلها، الشجرة بكل فروعها بكل حاجة فيها، لان محدش ضامن في الامتحان يجيلك ايه، ده اولا. ثانيا، عشان لما تروح كلية باذن الله تكون اخدت مادة نفعتك ولغة نفعتك في الكلية وفيما بعد في سوق العمل ان شاء الله. فمنتظرين الناس اللي تبقى معانا باذن الله، منتظرين جهد منها خرافي زي ما الجهد الخرافي هيشوفوه مني باذن الله، وده المعتاد اللي عملناه على السنين اللي فاتت. ولو ليكم اصدقائكم ممكن تسألوهم، او ليكم اخواتكم اللي كانوا معانا قبل كده ممكن تسألوهم. فبنتفق مع حضراتكم، انت باذن الله هتبذل مجهود السنه دي، هتلاقي مردود دوت سواء في النتيجه او سواء فيما بعد، ربنا شايلها لك فيما بعد، بس كل اللي عليك انك هتبذل مجهود. ليه؟ لان كل اللي حواليك هيتعب، انا هتعب، ولي امر سيادتك هيتعب، جميع مدرسينك سواء معانا او مع غيرنا برضه هيتعبوا، لان كل واحد بيتحمل مسؤوليه ثالثه ثانوي، وثالثه ثانوي ما هياش سنة زي أي سنة كالمعتاد، لأ، هي الفرق الوحيد بس بينها إنك بتمتحن، مفيش حاجة اسمها نص السنة، أنت بتمتحن على سنة كاملة، والمنطلق دوت هو اللي بيخليك تتحمل مسؤولية، إني من أول يوم اللي أنا هدرسه همتحن عليه بعد 11 شهر بعدين إن شاء الله. ده اللي بيفرق تالتة ثانوي عن بقية السنة، فكرة الاستمرارية إن شاء الله. وهتسمع مننا كلام كتير في فيديوهات جاية كتير إن شاء الله، بس النهاردة عشان ما أطولش عليك أنا بتكلم بس في إيه؟ بتكلم في التايم لاين بتاعي. معلش، هو أهم شيء بالنسبة لنا وأكتر شيء هنتعلمه السنة دي بغض النظر عن المادة العلمية هو فكرة النظام، إن يعني محدش بيحقق النجاح اعتباطا، ولو جه صدفة ما بيجيش تاني صدفة، لكن اللي بيضمن لك النجاح مع جهدك المبذول وتوفيق ربنا طبعا فوق كل شيء، هو فكرة انك تكون انسان منظم. فمعلش هتلاقيني كده منظم لدرجة المرض كده شوية، بس هو ده اللي بيحقق استمرارية النجاح ان شاء الله.
ورقه وقلم كده ومعايا معلش كده وعيش معايا الاجواء، هتشوف البروجكت تايم لاين بالنسبه لي هشتغل فيه ايه، هبتدي امتى وهخلص امتى ان شاء الله. ممكن تبص معايا، هبتدي من تحت خالص الاول ان شاء الله. باذن الله السنه بتاعتك السنه دي هي اول حصه فيها بالنسبه للجروبس هتبقى 17/8 يوم السبت، واخر حصه فيها هتبقى يوم الخميس 19/5/2025 طبعا على حسب كل جروب. من فترة 17/8/2024 ل 19/5/2025 دوت كام أسبوع؟ هو بالظبط 41 ويك، 41 أسبوع إن شاء الله. يعني السنة ديت فيها 41 أسبوع، 41 أسبوع فيهم 36 working weeks، فيهم 36 أسبوع شغل، وفيهم 5 أسابيع أجازة. فيهم 5 أسابيع أجازة و36 أسبوع شغل، علشان تبقى عارف الأجازة إمتى وأجازتك إزاي وفيهم كام عدد أسابيع الأجازة، هتعرفها من دلوقتي علشان ما تضطرش تسأل عليها كتير وتبقى عارف كل حصة الحصة اللي جاية أنت واخد فيها إيه بالظبط. ال 36 أسبوع دول ب 36 حصة عندك من أول السنة لآخر السنة إن شاء الله، يعني عدد حصصك معايا بإذن الله هم 36 حصة، 36 سيشنز من أول السنة، أعرفهم بإذن الله عليك. متقسمين على 4 phases، phase number 1، phase number 2، 3 and 4. أول جزء فيهم هو جزء السكيلز. إيه جزء السكيلز دوت؟ هو حاجة كده بنبدأ بيها السنة دي، حاجة ما خدتهاش أنت قبل كده، بتدرس فيها سكيلز المادة نفسها، عليها للأسف 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 أكتر من نص عدد أسئلة الامتحان وأكتر من نص درجات أسئلة الامتحان على الجزء بتاع السكيلز. السكيلز دي فيها إيه؟ فيها skills of writing, skills of reading، تاخد كده كلام سمعت عنه قبل كده بس ما تعرفش تفاصيله، البانكتويشن، هتقول البانكتويشن بتاع الفول ستوب والاكسكليميشن مارك، اه بس في كلام جديد، في بقى فول ستوب وبيريد واكسكليميشن مارك وكولن وسيمي كولن وان داش وام داش وكلام كده ما سمعتش عنه. اي نعم هو مش هيكون صعب ان شاء الله بالمذاكره بس هو جديد فلازم ليه الانتباه. زائد بقى تاخد الرايتنج بشكل نظري بشكل ثيوريتيكال، يعني ايه توبيك سنتنس، يعني ايه ثيسس، يعني ايه هوك، هاو تو رايت ا باراجراف، هاو تو رايت ان اسي. هتقولي الكلام ده كنت بكتبه عادي في اولى وثانيه ثانوي، اه هو انت السنه دي هتكتبه ان شاء الله بس هتتسال عليه نظري كمان فلازم تدرسه بشكل كويس. هتدرس السكيلز ديت على مدار 4 اسابيع ان شاء الله، بدايه من 17/8 لغايه 12/9، دولت 4 اسابيع باربع حصص عند حضرتك. هتدرسهم من كتاب ايه؟ انت على مدار السنه كلها ان شاء الله هتكون خلصت 5 كتب على الاقل. اول كتاب فيهم اسمه كتاب اسباير، اسباير دوت نوع من الكتب اللي بينزل، هشتغل فيه ان شاء الله زي ما اشتغلت منه السنه اللي فاتت واللي قبلها، كتاب ممتاز جدا بيغطي فيه السكيلز. يعني اول كتاب، كتاب اسمه اسباير، انا هوفره لك انت مش هتجيبه. انا وفره لك معايا ان شاء الله في السيشن، سواء كنت معانا في السنتر او حتى كنت معانا في البرايفت، هوفر لك انا كتاب اسباير، كتاب كامل هيخلص في 4 اسابيع، ما هوش كبير، الكتاب حوالي مثلا 150 ل 200 بيجز، هيخلص ان شاء الله في اول 4 سيشنز، وهتعرف ازاي حتى لو كنت متفاجئ دلوقتي. بعد الفيز 1، بعد بارت 1، المرحله الاولانيه من المنهج بتاعك بتخلص فيها السكيلز. ليه بخلصها في البدايه؟ لانك هتفضل على مدار السنه كلها هتحل السكيلز ديت، لاني عليها اكتر من نص عدد اسئله الامتحان فكان لازم تطبق عليها بشكل كبير. هجيبها لك بشكل مقارب كده في العربي، زي ما بعض التيتشر في العربي بيخلصوا البلاغه في اول حصتين عشان تفضل بقى بقيه السنه كلها بتطبق البلاغه ديت على النصوص اللي انت بتاخدها، دوت من باب التقريب ليك. بعد ما تخلص السكيلز بتاعتك هتروح على فيز 2، بارت 2 عندك في السنه، هو الفيرست تيرم. انت عندك اليونتس الموجوده عندك في المنهج هو عباره عن 12 يونتس، كل يونت بتتاخد على 2 سيشنز، معنى كده ان الفيرست تيرم فيه 6 يونتس والسكند تيرم فيه 6 يونتس برضه. كل 6 يونتس كل يونت فيهم بتتاخد على مرتين، معنى كده ان في الفيرست تيرم انا عايز 12 ويكس وفي السكند تيرم انا عرفت انا عايز 12 ويكس. اخلص الترم الاول في 12 حصه واخلص السكند تيرم في 12 حصه. طيب بشتغل من انهي كتب هنا؟ بشتغل من كتابين، كتاب المعاصر ودوت موجود في المكتبات وده الكتاب الوحيد اللي انت هتشتريه. هتشتريه من المكتبة عندك وموجود في المكتبات، أنا كنت في الفجالة يوم السبت اللي فات وكان متاح في المكتبات عادي إنك تروح تشتريه. هتلاقي كتاب الفيرست تيرم موجود، يا رب يكون نزل السكند تيرم، لو فيه هات الاثنين بالمرة، لو ما لقيتش هتجيب الفيرست تيرم بس سيمستر. دوت اللي أنت تشتريه من المكتبات أنا مش هوفره لك. طب إيه أنا هوفره لك؟ هو كتاب الجرامر. إيه شيت الجرامر دوت؟ هو كتاب أنا عامله
في جرامر الانجليش كله، سواء الجرامر الموجود في المنهج او خارج المنهج، لانك مطالب بالاثنين، مطالب بحاجه اسمها الاكسترا جرامر حتى لو مش موجود في المنهج، موجود بتتسال عليه في الامتحان. ده شيت الجرامر اللي انا هوفره لك، والكفر بيج بتاعته موجوده قدام عينك اهي ان شاء الله. هتستلمه مني باذن الله في اول سيشن معانا ان شاء الله. يعني كده في اول سيشن هتاخد مني كتابين، شيت الجرامر اللي هتشتغل منه، جرامر المنهج كله اللي فيه 12 يونتس، وكتاب اسباير بتاع السكيلز اللي هتاخد ان شاء الله في اول 4 ويكس. كده الفيرست تيرم ان شاء الله هيتاخد على مدار 12 ويكس، بدايه من 14/9 من 14/9 لغايه 12/12/2024، دوت الفيرست تيرم. طيب السكند تيرم هيتاخد بدايه من 14/12 لغايه 27/3 للسنه الجديده 2025 ان شاء الله. طبعا انا بتكلم هنا على بدايه الاسبوع ونهايه الاسبوع، بدايه الاسبوع بالسبت ونهايته بيوم الخميس على حسب كل جروب والميعاد بتاعه. بعد ما تخلص فيز 3 في المنهج، بتخلص فيها المنهج بتاعك ال 6 يونت التانيين، بتبدا بقى الفاينل ريفيجن. انا بخلص امتى؟ كالمعتاد دايما بقول لك انا بخلص منهجي على نهايه شهر 3 بعد عيد الام. يعني مع عيد الام ان شاء الله 21 مارس، اعرف ان معظم المناهج مش هقول كلها، معظم المناهج بتخلص. في بعض المناهج بتكمل، في بعض المواد الكبيره بتكمل، زي طبعا الماث بيكمل معاك شويه، الكيمستري بتكمل معاك شويه، بيولوجي ممكن يكمل معاك، التاريخ ممكن يكمل معاك. لكن المعتاد ان معظم المناهج بتخلص على شهر 3. ليه بتخلص على شهر 3؟ لانك بتاخد شهر 4 و5 بيبقوا فاينل ريفيجن. وده يسلمني لاخر فيز عندي، فيز نمبر 4 بتاعت الفاينل ريفيجن اللي بتراجع فيها المنهج كله. المنهج كله بيتراجع في كام حصه؟ في 8 ويكس، يعني 8 سيشنز. في 8 حصص بتراجع فيهم كل المنهج، بدايه من يوم السبت 5/4/2025 لغايه يوم الخميس 29/5/2025، ودي اخر حصه بناخدها. ده لو انت كنت في جروب يوم الخميس، طبعا على كل جروب على حسب يومه. طيب السيشن بتاعت الفاينل ريفيجن بتمشي ازاي؟ بتبقى اكبر شويه. السيشن العاديه بتبقى ساعه ونص على مدار السنه كلها، من ساعه ونص لساعتين، يعني بعض السيشن بتطول، لكن الفاينل ريفيجن بتطول حبتين، بتبقى من ساعتين لثلاث ساعات. ليه؟ لانك بتراجع فيها بشكل كبير، بتاخد فيها المراجعه، مش عايز اقول بشكل تفصيلي بس بشكل ملم للي فات، زائد بتاخد فيها اكسترا جرامر وبتحل فيها امتحانات بالهبل. في الفاينل ريفيجن بعتمد على كتاب بقى لي 4 سنين بعتمد عليه، هو نيو جينيس فاينل ريفيجن. طبعا بتجدد كل سنه عشان بتحطط فيه الكويشنز الجديده وطبيعه الاسئله المختلفه من سنه للتانيه. طيب فنيو جينيس هو كتاب بعتمد عليه. معنى كده ان لو بصيت على الكتب، اول كتاب فيهم هو كتاب اسباير انا بوفره لك، تاني كتاب فيهم هو كتاب المعاصر الفيرست تيرم، وكتاب المعاصر السكند تيرم دوت انت بتشتريه من المكتبات. الكتاب الرابع هو كتاب الجرامر انا بسلمه لك ان شاء الله في اول يوم بشوفك فيه، سواء كتاب الجرامر او كتاب اسباير. واخر كتاب فيهم هو الفاينل ريفيجن من كتاب نيو جينيس. ما براجعش انا من الفاينل ريفيجن من نفس الكتاب اللي اشتغلت منه، فما براجعش من المعاصر فاينل ريفيجن عشان اكون طبقت او حليت معظم الافكار الموجوده في كل الكتب الخارجيه. ده غير ان انا في الفيديوهات بحل من 5 كتب تانيين غير اللي معاك في السيشن، من ضمنهم المعاصر. وتقدر تخش على اليوتيوب وتشوف السنين اللي فاتت نظام المراجعه عندنا في الهوم ورك بتاعنا كان عامل ازاي. طيب بتراجع المنهج كله في كام حصه؟ زي ما قلت لك في الفاينل ريفيجن قدامك اهو في 8 حصص ريفيجن بتاعتك، بحيث اني اخر حصه اشوفك فيها ان شاء الله لو انت كنت من جروب يوم الخميس تبقى 29/5. طبعا لو في جروب في ايام تانية تقدر تنقص عدد الايام اللي قبلها. طيب ليه بسيبك 29/5؟ لان امتحانات الثانويه العامه دايما بتبقى في نص 6، فبسيبك قبل العربي ب 15 يوم على الاقل بتلم فيهم دنيتك ان شاء الله. لا بالنسبة للشغل بتاعك، لو حسبت عدد الأسابيع اللي فوق يديك 12 و12 وكذلك 12 تانيين، لو جمعنا الفور الأولانية والإيت التانية يديك 36 working weeks. هتقولي طب والأجازة؟ الأجازة عبارة عن 5 أسابيع. الخمس أسابيع هي إيه؟ في الفيرست تيرم ليك أسبوع أجازة بيبقى بعد الحصة العاشرة، بعد سيشن نمبر 10. في السكند تيرم ليك 4 سيشنز اجازه. اشمعنى السكند تيرم فيه 4؟ ايوه لاني اجازات السكند تيرم اكتر. ليه يا استاذ؟ لاني بسديك الفيرست تيرم او اجازه الترم مش بعد يونت 6، يعني ما مش هتنتظر من الاجازه بعد يونت 6 هديك الاجازه بتاعتك، لا اجازه نص السنه بديها بعد يونت 9، وبتبقى اسبوعين كاملين واوريهم لك ان شاء الله على الكالندر بتاعتنا لما افرحها كمان دقيقه ولا حاجه. وبديك اسبوعين في اجازه نص السنه. غير كده اول اسبوع في رمضان بيبقى اجازه، واسبوع العيد الصغير بيبقى اجازه. كده السكند تيرم فيهم 4 ويكس اوف، والفيرست تيرم فيه ويك واحد بس هو الاوف يا مستر. طبعا الفاينل ريفيجن مفيش مجال لاجازات نهائيا.
عشان تعرف الاجازات بتاعتك هي ايه. على جروب بتاع حضرتك هناك هبعت لك برضو الاسعار من ناحيه السيشن بتاعتك سواء كونت سنتر او برايفت. كده اقدر اقول لك انك السيشن بتاعتك كلها عباره عن 36 ويكس، معنى كده ان 36 حصه بالظبط هتحضروا معايا ان شاء الله بتوفيق ربنا لينا زي ما وفقنا السنه اللي فاتت واللي قبلها باذن الله. لو حبيت انط على الكالندر بتاعتنا كده علشان تفهم انا ماشي الدنيا ازاي بشكل تاني، قدامي في الكالندر بتاعتنا حاطين كل الويكس بتاعتنا، بدايتنا ان شاء الله من يوم 17 على حسب كل واحد الجروب بتاعه، ويك 1 ويك 2 و3 و4 بتخلص فيهم السكيلز. ولازم تعرف ان في الشهر في 2 كويزز، الشهر في 2 كويزز، كويز صغير بيبقى في ويك 2 في الحصه الثانيه، وكويز كبير شويه بيبقى في الحصه الرابعه. طبعا مش محتاج اقول لك الفرق، ان كويز في الحصه الثانيه بيبقى سهل شويه، اما الكويز بتاع الحصه الرابعه بيبقى صعب حبتين ثلاثه اربعه خمسه، وده اللي احنا بنعتمده ان ده امتحان الشهر. مع كل اربع حصص في عندك امتحان شهر كبير في الحصه الرابعه في الشهر. وطبعا انت عارف هتوصل انهي امتحان لماما، لو انت وصلت صغير احنا كده بنوصل لها الاثنين ما تقلقش، سواء الصغير او الكبير هو بيوصل لهم ان شاء الله بالنسبه لولي الامر. زي ما قلت لسيادتك السكيلز هتخلص في اول اربع حصص، بعد كده بتبدا ويك 5 و6 و7 و8 ودي نهايه الشهر الثاني، ويك 9 و10، بعد ويك 10 هتكون وصلت اليونت نمبر 3، تاخد اسبوع اولاني اجازه والاسبوع اجازه ليك ان شاء الله هتبقى ايه بعد الحصه العشرة. ليه؟ بديك راحه كده عشان تستجمع قواك وتقدر تلم اللي فاتك يا ماستر في اسبوع واحد، بعد كده بترجع لي بدايه من الاسبوع ال 11 وال 12 و13 و14 و15 بتخلص فيهم الفيرست تيرم. هتقول لي بما اني وصلت اليونت 6 المفروض اخد اجازه نص السنه، لا انا بخلص الترم الاولاني في نهايه نوفمبر، بس لو اديتك اجازه نص السنه هنا مش هتتوافق مع بقيه المدرسين، لان معظم المدرسين بيدوك اخر اسبوع في واحد واول اسبوع في شهر اثنين، فلو اديتك الاسبوعين دولت معنى كده انك هتيجي في نص السنه هتقول لي يا مستر طب انا اجازه في بقيه المواد ممكن تديني اجازه؟ لا يا مستر، عشان كده بديك اجازتك دايما مع بقيه المدرسين بحيث انك تاخد في نص السنه اسبوعين كاملين مرتاح من معظم المواد، مش ماده تشتغل وماده تانية لا، وهتفهم الكلام ده لما هتوصل ان شاء الله نص السنه. بعد كده بكمل برضو من ويك 16 17 18 19 في يونت 8، وبعد كده بوصل لويك نمبر 20 و21 و22 ودي نهايه اليونت 9. بديك بقى اسبوعين اجازه، اسبوعين اجازه امتى؟ بدايه من 25 يناير ان شاء الله، ده نهايه شهر يناير، والاسبوع الاول من شهر فبراير، معنى كده انك بتاخد اسبوعين اجازه. ترجع لي من اسبوعين الاجازه بتوع نص السنه يكون فاضل لك يونت 10 على مرتين، يونت 11 على مرتين، بس خد بالك وانا بديك يونت 11 هبتدي بالحصه في يوم السبت 22، هكتشف ان اللي بعدها رمضان هيبدا، وانا مديك اسبوعين كمان اجازه زي المعتاد، كل سنه بدي نفس العدد دوت من الاجازات خمس اسابيع، اول اسبوع في رمضان اجازه، رمضان هيبتدي يوم 1/3، كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله ساعتها. وبعد كده تاخد يونت 11 تبتدي يونت 12 وتخلص يونت 12 تاخد اسبوع العيد اجازه ان شاء الله. معنى كده انك اول اسبوع في رمضان اجازه، اسبوع العيد اجازه. دايما بحط الطالب وولي الامر معايا على الكالندر عشان يبقى فاهم بالظبط ايه اجازاته وهيخلص امتى ويبتدي امتى. بعد العيد بالظبط هتبدا الفاينل ريفيجن، والفاينل ريفيجن زي ما انت شفتها هناك كان عباره عن 8 حصص 1 2 3 4 5 6 7 8 8 سيشنز، ما فهمش اي اجازات نهائيا، بحيث ان اخر حصه تحضرها ان شاء الله في الاسبوع الاخير اللي بيبدا من 24 مايو لغايه 29 مايو، ده على مدار الاسبوع دوت، ودي الحصه بتبقى 36 الحصه رقم 36 ليك. فلو رجعت هناك بشكل كبير اقدر اقول لك انك ليك عندي 36 حصه يتخللهم خمس اسابيع اجازه، ودول تديني كام؟ يديني 41 اسبوع يا مستر. ليه الحسابات دي كلها؟ اه لازم، انت كبرت خلاص فما ينفعش تبقى رايح اي ماده مش عارف انت هتاخد ايه النهارده، نظام هنطبخ ايه النهارده، لا خلاص انتهى، العشوائيه اللي كنت مستمر فيها في اولى وثانيه ثانوي مش هتنفع معاك السنه دي. وزي ما قلت لك تحقيق النجاح مش صدفه، هو وليد تعب ونظام، بذل جهد، بس مش بذل جهد عشوائي. بذل جهد عشوائي ممكن يحقق لك النجاح مره، لكن بذل جهد منظم هو اللي بيضمن لك استمراريه النجاح بتاعك. هطلب منك حاجتين، الجهد اللي تبذله وتنظيم وقتك. باذن الله هنزل لك فيديو
فيديو الاول هتشوفه قبل ما تحضر لي. انا لسه قدامي اسبوعين ان شاء الله لما تشوفني، لسه قدامي اسبوعين على بدايتنا في يوم 17، هنزل لك فيديو معلش هتشوفه قبل ما تجيلنا، فيديو صغير مش هيتعدى ان شاء الله الساعه، بيتكلم عن حاجه اسمها بارتس اوف سبيتش. ما ينفعش تخبط على ثالثه ثانوي من غير ما تكون عارفها ايه هي البارتس اوف سبيتش، مين هو الناون، مين هو الفيرب، يعني ايه ادجكتيف، يعني ايه ادفيرب، الفرق بينهم، مين هما البروبوزيشن، يعني ايه كونجنكشن. معنى صح نظام جديد هتاخده في الانجليش، ان الانجليش عندنا فيه اعراب. هتقولي فيه اعراب اول مره اعرفها؟ لا، عندنا اعراب. ما ينفعش توصل لي ولا تخبط لي على ثالثه ثانوي من غير ما تكون عارف المسميات ديت ومعناها ايه، لانك هتدرس جرامر بجميع تفاصيله ان شاء الله. انا مش بكبر لك الموضوع ولا بهولك الموضوع، بس عايز اخرجك من جو اللي انت كنت فيه في اولى وثانيه ثانوي. استمتع برضو بالاسبوعين الاجازه ديت قبل ما تبدا معاك ان شاء الله، ان لم تكن بدات مع بعض المواد باذن الله. ما عنديش كلام تاني اقوله لك، هو بس كان ريكاب كده سريع كده على التايم لاين والبروجكت بتاع حضرتك ان شاء الله السنه دي، بحيث تبقى عارف هبدا ازاي وهنتهي ازاي ان شاء الله. شكرا لحضرتك، نشوفك على خير باذن الله. السلام عليكم.